جدا في الحياة. الشاعر يقول: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إذا واحد أمل ما عنده، من الأخطاء الكبيرة التقاعد في الوظيفة أو التقاعد في رجل الدين. رجل الدين إذا تقاعد يعني رأى أن دوره في الحياة انتهى. هذا مو فقط يؤثر على دوره، وإنما يؤثر على كل خلاياه، يتحطم. ليش؟ لماذا عايش؟ لماذا يقوم من المنام؟ ليش؟ ماذا يريد؟ ما إلى هدف في الحياة؟ لذلك شوفوا العلماء الذين لا دور لهم في المجتمع بسرعة يتحطم. واحد اللي عنده دور في المجتمع حتى إذا مريض هدفه يجره. مريض محطم يعاني من أمراض كثيرة، ولكن الهدف يجره، يعطيه الطاقة، عند شيء يتطلع. أما إذا واحد فقد التطلع، انتهى كل شيء في الحياة، بعد ليش يعيش؟ ليش يأكل؟ ليش يشرب؟ ليش يطلع؟ ليش يتكلم؟ يتحطم تحطما كاملا. ولذلك إحدى الأخطاء الكبيرة اللي ابتليت بها الحضارة الحديثة قضية التقاعد. تقاعد يعني أصبح بلا هدف في الحياة، أصبح بلا أمل في الحياة، أصبح بلا عمل في الحياة. من الأشياء اللي نقلت جديدا أنه الأفراد الذين ماكو هنالك شيء يشغل بالهم، مع تقدم العمر بعد 60 شيئا فشيئا يصابون بالتخرف إذا صح التعبير. بينما الفرد مثل شنو؟ مثل كل عضلة عندكم. أنتوا إذا عضلاتكم ما استخدمتموها، هاي العضلات شوية شوية تذوي. إذا واحد خلوه بالسجن مدة غمضوا عينه أو خلوه بالظلام بعد 6 شهور، عندما يطلع يمكن بعد ما يشوف. هذه العين قوتها في أنها تعمل، إذا عطلت عن العمل بعد ما تشتغل. الفكر هالشكل أيضا، إذا في يوم من الأيام واحد عطل فكره شوية شوية ينتهي إلى شنو؟ إلى فقدان حتى المعلومات الأولية. فالكلام أن الدافع للحياة، أن المحرك للحياة الذي يشحن الفرد بطاقة هائلة هو الأمل. إحصائية جديدة نشرت قبل يومين 3 أيام أن الأطباء يذكرون أن من أهم عوامل الانتحار أو أهم عوامل الانتحار فقدان الأمل. يقولون النظرية الطبية القديمة أن الانتحار يعود إلى أمراض عقلية أو أمراض نفسية، هذا غلط. أكثر المنتحرين ما بهم لا أمراض نفسية ولا أمراض عقلية، كل شيء ما فيه. العلة في ذلك فقدان الأمل، ما عنده أمل، ليش يعيش في هذه الحياة؟